السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني. آسف انقطع الفيديو بشكل مفاجئ، لذلك لم أكمل المقطع الأول فاضطررت إلى أن أعمله مقطعين. فهذا هو الجزء الثاني من تغيير الشاشة. في الجزء الأول أريتكم كيف تفصلون هذه الشاشة من مكانها من هنا. إذا لم تشاهدوا المقطع الأول فالمرجو مشاهدته. الآن سوف أكمل تغيير الشاشة. هذه هي الشاشة ثم هذه الشاشة المكسورة. الآن سوف بعدما نزعت الشاشة من الهاتف، الآن سوف أقوم بتغيير جميع القطع من هذا المكان وأضعها في هذا المكان. فأول شيء نبدأ به هو ننزع هذه القطعة، ثم الآن سوف نقوم بنزع هذه البراغي من هذا المكان. هذا برغي أول، هذا حاولوا أن تتركوا هذا البرغي في مكانه الذي هو فيه. ثم نذهب إلى البرغي الثاني، نضعه هنا، ثم عندنا برغي آخر في هذا المكان نضعه هنا. الآن سوف نأخذ هذه اللوحة التي هي تمسك الهوم باتن، نضعها بجنب البراغي التي أخذناها منها. ثم الآن سوف نقوم بدفع الهوم بطن من الأسفل، وبعدما ندفعها من الأسفل نمسكها من هنا. وهكذا تكون قد تحررت، لكن عندنا هنا في هذا المكان هذه الوصلة أو هذا الكيبل هو ضعيف جدا. حاولوا أن لا تنزعوا بهذه بشكل عشوائي، حاولوا أن تقوموا باستعمال شيء مثل هذا، تدخلونه من هذه الجهة تحت هذا الكيبل برفق ثم تحرره. الآن أصبح جاهزا للنزع من مكانه. alright، سوف نضع هذه القطعة هنا بجنب هذه. الآن سوف ننزع السماعة من أعلى. السماعة عندها برغيان فوق هذه القطعة الحديدية التي تمسك السماعة. حاولوا ألا تخلطوا البراغي، كل برغي يوضع مع مكانه الذي أخذ منه، أمين مع القطعة التي أقصد مع القطعة التي أخذ منها. ثم الآن سوف نأخذ هذا التويزرز أو هذا الماسك، ندخله هنا. عندنا هنا هذا مثل ماسك في هذا بهذا الشكل. فماذا سأفعل؟ سوف أدخل هذه بين السماعة والماسك، ثم أسحب الماسك إلى الخلف كما ترون، لقد سحبته إلى الخلف. الآن سوف أرفعه، هو عنده قطعة أخرى من هذه الجهة، هذه تدخل تحت ثم تمسكه بهذه الجهة، نضعه هنا قرب البراغي التي أخذناها منها. ثم الآن نأخذ السماعة، هذه السماعة نضعها جانبا. ثم الآن سوف أقوم بإدخال هذا الماسك تحت هذا الكيبل، تحت هذا السلك أو هذه الوصلة برفق. يمكنكم استعمال، إذا كان عندكم منشف الشعر يمكنكم أن تقوموا بتسخينها بهذا الشكل. فأريكم بشكل سريع هكذا، هذا يسهل عليكم عملية فصل الوصلة من هناك بدون إحداث أي ضرر. بعدما تقوم بتسخينها يتفعل اللاصق الذي يمسكها، فيمكن رفعها بشكل سهل وميسر كما ترون. الآن رفعتها، ارفعها فقط بشكل حذر، حاول ألا تضغط أو تمارس أي عنف هناك. الآن نسيت أن أنزع هذا البرغي من هنا. هذا واحد،
ثم عندنا اثنان هنا، واحد اثنان واحد اثنان. هذه البراغي هي التي تمسك هذه القطعة المعدنية هنا، هذه القطعة المعدنية هي كذا عاملة لحماية الشاشة. تضع هذا هنا وهذا هنا ثم هذا بجنبه وهذا بجنبه. تذكروا من أين أخذتم عندما تقومون بنزع البراغي، تذكروا من أين أخذتموها كي تعيدوها إلى مكانها الصحيح. وبعد ذلك تصبح هذه قد أصبحت جاهزة للرفع، لكن علي أن أنزع هذا الكيبل من هنا برفق كما تلاحظون. نزعته الآن. ماذا سأفعل؟ سوف أقوم بمباشرة وضع هذه في مكانها في الشاشة الجديدة، وبعد وضعها في مكانها في الشاشة الجديدة سوف أقوم بوضع البراغي حتى لا يختلط علي الأمر. آخر براغي أخذتها كانت هذه، سوف أخذ هذا البرغ الطويل وضعه في هذا المكان. البرغ لا يدخل في مكانه، لعل تم شيء ما يعيقه. أوكي، الآن سوف أعيد المحاولة مجددا. أوكي، وضعته. ثم الآن أقوم بوضع البراغي الأربعة في الجهتين. الآن سوف أقوم بوضع الهوم بطن. ثم الآن سوف أقوم بوضع هذه القطعة التي تمسكها. هذه القطعة هي دعامة جد مهمة للهوم بطن. إذا لم تركبوها بشكلها الصحيح، عندما تضغط على الهوم بطن سوف تسقط من الداخل. أقصد سوف تسقط من الخارج. أنا وضعت البرغي الأول الذي يمسكها من هذه الجهة، ثم الآن أضع البرغي الثاني الذي يمسكها من الجهة المقابلة. تذكروا أن هذه الجهة المحدودة هنا تكون هي في الأسفل. إذا حدث وفقدتم اتجاهها تذكروا أن هذه تكون في الأسفل، ثم في الجهة من الأسفل هناك امتداد لهذه القطعة كأنه لك نتوء. الآن سوف أضع هذه في مكان الصحيح. لاحظوا بأن هذه القطعة تكون بهذا الشكل. في بعض الأحيان عندما تقوم بإعادة هذا البرغي هذه تتحرك ثم تخرج إلى الخارج، تأكدوا أنها بهذا الشكل. الآن سوف أقوم بتثبيت الكاميرا الأمامية مع الميكروفون مع البروكسيميتي سنسر. فالأول شيء نقوم به هو تثبيت الميكروفون. الميكروفون عنده هنا ثقب يدخل فيه هذا النتوء. كما ترون قد علق فيه. الآن سوف أقوم بطي هذه القطعة. هي هذا الجزء يذهب إلى هذا المكان، وهذا الجزء وهذا المربع الصغير هنا هو يذهب إلى داخل هذا المربع هنا. في
في بعض الأحيان الشاشة تأتي بدون قطع بلاستيكية هناك، عليكم إذا كانت غير متوفرة هناك عليكم أن تنقلوها من الشاشة القديمة. القطع البلاستيكية التي أتحدث عنها هي هذه، سوف أنزع هذه كي أريكم بشكل جيد. هذه القطعة إذا لم تكن في الشاشة الجديدة انقلوها من الشاشة القديمة إلى الشاشة الجديدة. هذه هي التي تحافظ على صورة الصورة ممركزة، صورة الكاميرا الأمامية، وهذه هي كإطار وهذه القطعة هي كإطار للبروكسيميتي سنسر حتى يظل في مكانه هنا ويتحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى الهاتف، لذلك يشتغل حتى يشتغل البروكسيميتي سنسر بشكل جيد. الآن بعدما وضعت هذا الكيبل وتأكدت من أن كل شيء مستوي هنا، سوف أقوم بوضع السماعة في مكانها الصحيح. إذا لاحظتم أن السماعة عندها ثقبان هنا وعندها ثقب واحد هنا، هذا ثقب يدخل فيه يدخل فيه البرغي، وهذان الثقبان عندنا هنا نتوءان أبيضان يدخلان في هذان الثقبان، وهما اللذان يعملان على جعله متوازيا، جعل نقط الاتصال هنا مع هذا الكيبل متوازية. تأكدوا أن الثقبان متطابقان مع، كما رأيتم أن الأبيض هنا يعني أن تلك النتوءان الأبيضان دخل في الثقبان، مما يعني أن نقط الاتصال متوازية مع بعضها البعض. تمسكه هكذا جيدا بيدك، ثم تأخذ هذه القطعة وتدخلها من هنا، تضغط بهذا الأصبع وتدخلها من هنا أولا، تأكدوا أنكم تضعونها بشكل صحيح. هذه هي أصعب مرحلة، فإذا نجحتم في وضع هذه السماعة في مكانها الصحيح تكونوا قد انتهيتم من إعداد الشاشة لوضعها في مكانها. الآن أخذ هذا البرغي الذي يمسك الشاشة من هذه الجهة، ثم عندي برغي آخر يمسك الشاشة يمسك السماعة من الجهة العليا. تأكدوا أن كل شيء متوازن هنا، إذا لم يكن غير متوازن فإن ثمة شيء ما ليس على ما يرام. والآن قد انتهيت من وضع من نقل جميع المحتويات في هذه الشاشة إلى هذه، نأخذ هذه جانبا ثم نقوم بوصل هذه الوصلات مع مثيلتها في اللوحة الأم. تأكدوا جيدا أنها متوازية مع بعضها البعض قبل أن تضغطوا عليه. نقوم بوصل هذا أولا، تضعه مقابلا مع وصلته في الشاشة في اللوحة الأم، ثم تضغط عليه برفق. إذا تم وصله بنجاح فبها ونعمة، وإلا فيمكنك أن تقوم بزحزحته بعض الشيء حتى يتوازى مع وصلته في اللوحة الأم. نفس الشيء بالنسبة لهذا الكيبل، ونفس الشيء بالنسبة للكيبل الثالث. لا تضغطوا بعنف، استعملوا حاسة اللمس وحاسة الحدس. في بعض الأحيان تكون عملية وصل هذه الخيوط مضنية قليلا، لكن فقط حاولوا معها حتى تلصقوها بشكل جيد. كما لاحظتم هذه أنا أحاول أن أوصلها هنا لأنها ليست متوازية مع أختها في اللوحة الأم، إنها تعطيني بعض الصعوبة. كما ترون في بعض الأحيان ليس من السهل عليكم أن تنظروا من الأسفل،
متواكين انا. تم شيء ليس على ما يرام هنا. الان وصلته بشكل جيد. وهكذا عندما اقوم بوصل هذه الوصلات الى في مكانها الصحيح، اتاكد بانها موصوله بشكل جيد، ثم اضع هذه القطعه فوقهما او فوق الوصلات، ثم اقوم باخذ هذه البراغي كما خبرتكم من قبل، فاضع كل برغي في مكانه الذي اخذته منه. اخطر مرحلة هنا هي وضع البراغي في مكانها الصحيح. انا وضعت البرغيان في الاعلى، هذا غير ممغنط وهذا ممغنط. الان البرغيان الخطيران اللذان يسببان مشكلة هما هذان البرغيان، تذكروهما جيدا، هما اصغر برغيان يجب ان يضعان في الاسفل هنا. اوكي، الان قد وضعتهما. الان سوف اقوم بوصل هذه القطعة بمكانها هنا. ناخذها بهذا الماسك، نضعها مقابلة مع هكذا مع وصلتها في المكان الاخر، ثم نضغط عليها بشكل، نضغط عليها برفق، نتأكد من اتصالها باصبعنا. الان قد تم وصلها بنجاح. نأخذ هذه القطعة التي تمسكها من الانفلات، هذه القطعة، ثم نضعها هنا متوازية معها، ثم نضغط عليها بأصبعنا أو بشيء ما. وهكذا نقوم بطي هذا الكابل، احذروا أن يكون مطويا إلى الخلف، يكون مطويا هكذا إلى الداخل، ثم نتأكد من أن الشاشة قد تم إدخالها هكذا من الأعلى أولا، من الجهة العليا أولا، فتمسك عندها مثل المخالب، تمسك من الداخل، ثم نمسكها بأصبعنا هكذا ونضغطها هكذا بشكل جيد، وهكذا نكون قد انتهينا منها. ثم نضع البرغيان في الأسفل. أسف عن الأصوات الخلفية، هذا الزبون ينتظر هاتفه، سوف أعطيه له بعد ثوان. ثم أضع هذان البرغيان في مكانهما الصحيح، وهكذا أكون قد أنهيت تغيير الشاشة في هذا الهاتف. كل شيء يشتغل بشكل جيد. أشكركم على المشاهدة، المرجو الإعجاب، وإذا لديكم أي أسئلة اتركوها في الأسفل. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.